وصلنا على الجزء الثاني من فترة الطبخ. هلأ اليوم رح نعمل كمان شوي كبة، رح نعمل كبة بالصينية وكبة راس، مش هيك؟ كبة مشوية وكبة مشوية حميص. كبة مشوية وكبة مقلية وكبة حميص وكبة بالصينية، ثلاث أنواع من الكبة مع الشيف ماهر. يلا أهلا وسهلا فيكم. هلأ نرجع لكم مرة ثانية في البرغل. طبعا بننقعه من ربع ساعة، نحكي المقادير مرة ثانية. تفضلي. عندنا كيلو برغل أحمر، 500 جرام لحمة بقر حمراء، 3 روس بصل، 500 جرام لحمة مفرومة للحشوة، 200 جرام سماق، 100 جرام صنوبر، 150 جرام سمنة بلدي، 20 جرام لوز مقشر، ملح زائد فلفل حسب الرغبة، 50 جرام نعنع أخضر، و50 جرام برش ليمون، ومعلقة صغيرة كمون ولا كبيرة؟ كمون. معلقة صغيرة كمون، واحد معلقة، واحدة معلقة كمون، ومعلقة هيل ناعم. هذه بتكون هي هاي الكمية كافية لعشر أشخاص 100%. هلأ هاي رح نقسمها على الصينية والقلي ولا على كله؟ رح نسويها يعني هاي الكمية بدنا نقسمها نحن بين الصينية وبين هذول، بين المبرومة وبين المشوية، لأنه في ناس بتحبها بالسمن البلدي، في ناس بتحبها بالقلي، وفي ناس بتحبها شوي، حسب صحة الإنسان يعني. والطناجر هدول شيف اللي عم تستعملهم؟ والله أنا بستعمل طناجر فلونة. إحنا حكينا هذيك اليوم عن طناجر فلونة، يعني عن جد بنصح كل ست بيت إنها تستعملهم، لأنهم فعلا قيمات وبرايحين كثير بالشغل. هلا عم نقلي اللحمه البصل للحشوه. حطينا البصل مع زيت زيتون. اوكي بس بدي افهم عم تقليه بزيت زيتون. هلا البرغل اوطيه شوي، بناخذ نص كميه اللحمه عليه. نص كميه اللحمه على البرغل، نص كميه اللحمه، وبنضيف له النعنع الاخضر. ضفت النعنع الاخضر ورق للحشوه. نعم. وبرش الليمون، طبعا الليمون الاصفر البرش تبعه. حطيت برش ليمون بالحشوه، برش بالعجينه، بالعجينه عم نحكي نحن على العجينه. هذا اضل احركه. ضلك حركي شوي. معلش. ونص معلقه فلفل اسود. ومعلقه ملح. هلا هذا برغل احمر، هذا برغل ابيض. ابيض في احمر. لانه انت ايش بتفضل، نستعمل برغل ابيض ولا احمر؟ والله الاثنين كويسين، بس الاحمر لشيء والابيض يعني لشي. الكبه هلا مثلا هاي عم تستعملها انت لكل شيء، للصينيه والحميص عم بتفضل الكبه البيض، البرغل الابيض. اوكي ماشي الحال. هلا كل هذه المكونات نطحنها على ماكينه اللحمه مره، وبنعيد عليها النظر كمان مره. احنا عشان الوقت تطلع معنا العجينه بالشكل هذا، تطلع معنا العجينه بالشكل هذا، يعني هيك بنكون حطينا كيلو مرتين. كيلو برغل، وقديش لحمه حطينا عليهم؟ كيلو. ونص كيلو لحمه، يعني كل كيلو برغل نص كيلو لحمه. هاي هي بتخليها تصير تقرش بعد ما تقليها 100%. اما اذا بتقلل الكميه او بتزيديها في تطلع مش يعني زي ما بدك. هو اضبط شيء لتكون تقرش، لانه سر الكبه الزاكي تكون تقرش. مضبوط 100%. فنعمل اذا اللحمه نص البرغل. حلو. هلا هاي بلشت تنحرق. هذه البصله للحشوه. اوكي. النص الثاني من كمية اللحمة هاي للحشوة. هاي كمان عجل عم تستعمل بقر مش هيك؟ والله مخلوط بقر وعجل. هاي خلطت مبينة. هاي شو اسمه؟ وبنضيف لهم البهارات المطلوبة، هي الهال. هلا عم تقليها بزيت زيتون، لنحط الهال بتلاقي انت مهم. حلو. الفلفل الأسود. ليه مأسكة ريحتها؟ طلعت الريحة كثير طيبة. يعطيكم العافية. والملح. اوكي. بتجنن الريحة، لصارت البصل يتحمر يدخل بقلب اللحمة. بنحط شوية. حسي بدها كمان زيت ولا لا؟ لا خليها، لأن المية هلا اللحمة. الصنوبر حطيته ناي مش مقلي؟ لا لا، ناي لأنه راح ياخذ نص استواء كامل هون. أنت بتفضل تستويه مع اللحمة هون. 100%. اوكي. عشان يضل طعمه فيه. أيوه بضل طعم الزيت. اوكي حلو. حط لها شوية معلقة كمون. هلا ممكن الواحد يغير شوي بهاي البهارات طبعًا. إذا مثلا في إشي طبعا. هلا بس أكيد الفلفل والملح أساسيين 100%. هلا بنزيد لها شوية سمنة بلدي عشان الطعم. حلو.
أعليها شوي يمكن وطيت النار. طبعا. هلا احنا عشان الوقت كمان. ايوه هلا هيك بنضل نقلي وبنغطيها لتستوي. 100%. احنا هون عملنا حشوه جاهزه قايمها على النار. خليها ماشي. خليها اوكي. هلا شيف انت حضرت لنا حشوه جاهزه زي هاي. هلا هاي بدي اغطيها على النار قد ايه اتركها؟ ابو 10 دقائق. بس خلص مع التستوي. التحريك يعني بعد التحريك ثانيه خلص بتحرك. بتصير هيك استوت وخلص. نعم. طيب شو بدك اضل احرك؟ لا هلا بدي اشغلك كمان مره بس. ورطنا يعني اليوم معك. طبعا طبعا. يعني بدي اكل بعرق جبيني اليوم شكلي. صحتين وعافية. هلا بنحضر صينية طبعا كمان صواني من فلونا. صواني لازم تكون تيفال عشان ما تلصق من مرة يعني. هلا حطينا زيت كمان زيت زيتون. زيت زيتون تحت. زاكي طعم زيت الزيتون مع الكبة. احنا هاي أول خطوة من الكبة اليوم. حلو. أول طريقة هي الكبة بالصينية. رح نشتغل كلاتي. بنرق. نص الكمية. نص الكمية. من تحت قاع الصينية يعني ونبلبله بزيت الزيتون. ايوه عشان يفرد معانا عشان يفرد منيح. هلا انت لانك طحنتها على الهاي صار النعناع مفروض. حلو. ما بتغطي هاي شيف؟ لا ما بتغطيها. خليها شوي تاخذ راحتها بالطبخ. حلو. نجيب الحشوه الجاهزه اللي عندنا هون. ايوه هاي الحشوه الجاهزه اللي مفروض هاي بعد 10 دقائق نفردها. ناخذ نص الحشوه من هون. حلو. نرجع نعمل نفس الشيء. ايوه هلا فردناها بس نرفعها شوي للكاميرا. بدك تاخذها؟ رفعناها هيك يعني عبيناها بالضبط على القد وكبسناها بصيناها. نرجع نحط كمان هدول الشقف. بتعرف انا ما بحط نعناع اخضر بدي اصير احط طعمته كثير شكلها زاكيه. لا النعناع كثير ريحته كثير حلوه كتير طالعه حلوة. مع الكبه. برافو. شايف كيف الواحد بعيش وبضل يتعلم. طبعا. والاكل هو ذوق صح؟ والله يعني بضل الواحد اذا بحب الاكل بصير يتفنن بالطبخات. 100%. واحنا محظوظين لانه معنا الشيف ماهر. الله يسلمك. فدائما بنضيف لمعلوماتنا اشياء جديده. الله يسلمك. هلا رح اقيم هاي شيف. خلص احنا اطفي النار. خليها. بدك اخليها؟ لا خلص. شو بدك؟ خلص. لما نعيد الكره هون كمان نفس القصه بس يا ريت تركزوا معي شوي المشاهدين. لما نحط الزيت الزيتون بنرجع بنسوي بالشكل هذا. عشان كل الزوايد اللي عندنا عشان تطلع الوجه رقيق راح تطلع الزوايد. هيك نقيم الزايد الزايد عشان نضل رقيقة من فوق. بس هي عادة بدي اخذ نصها لتحت ونصها للفوق. نص لفوق. نص بنص. بكون عندنا رقيقة زاد. ما بهمنا انها تطلع الوجه رقيق. بهمنا الوجه عشان لما يتحمر يطلع كريسبي. كريسبي. حلو. شو اجيب لك؟ سكينة؟ لا هن في شوكة هون. هلا بنعمل لها شوية ديكور هي. احنا انا مثلا امي بتعمل البقلوات او النجوم النجمه الصغيره بس على حسب هاي. على حسب. هيك كمان هاي معقوله هاي اسرع. هذه اسرع شوي. اسرع. اوكي يعني المهم يكون الوجه مزين طريقه حلوه. حط اللوز. هلا هاي قديش بدها وقت بالفرن؟ هذا بدها 20 دقيقه. 20 درجه حراره 180. يعني زي الكيك. زي 180 زي الكيك عملها يعني شوي تاخذ وقتها تستوي شي 20 دقيقة. نرجع بنغطيها كمان وجه شوية سمنة بلدي. سمنة البلدي كثير بتعطي طعمة نكهة. واللي بحبش السمنة البلدي في عندنا طريقة هلا رح نشتغلها مع بعض. رح تشوفوها. بقدر يشتغلها بالبيت بدون سمن بلدي. بنحطها بالفرن لمدة 30
20 دقيقة بالضبط. 20 دقيقة على درجة حرارة 180. حلو. هلا بدنا نعمل الأقراص مش هيك؟ هلا بدنا نعمل الأقراص. الأقراص رح نشويهم هون ولا ننقليهم؟ لا بنشويهم شوي بدون زيت. الأقراص بدون شوي. شوي. أوكي هاي فكرة معقولة. نرجع بنسكرها بنضغطها زي حبة البرجر يعني. يس كويس. هلا هذا ضاوي الفرن وحامي عم تعليها حامي. هيك بدك اياه؟ احمى شيء طبعا لازم انا في يكون. عندي شويه جاهزين بالثلاجه نقدر نشوي منهم كمان. نحط كمان. شو رايك نشويهم؟ اللي بالثلاجة اسمه شوي. اشويهم. حطيهم على النار. استنى شوي. هلا هذا الجريل نوعه منيح لانه بده ينزل الزيت تحت وتتنظف الصينية. أيوة.